وإلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تفقد نائب محافظ بني سويف عاصم سلامة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر. يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزار نائب محافظ بني سويف مجمع الخدمات الجاري إنشاؤه بقرية بهبشين، حيث يتم حاليا صب أعمدة الدور الأرضي بالمجمع، وذلك ضمن إنشاء ستة مجمعات خدمية بالقرى ومدرسة قرية دنديل للتعليم الأساسي، والتي تضم 11 فصلا، حيث تم الانتهاء من 65% من الإنشاءات حتى الآن. كنا في الأول النهاردة الصبح في قرية بهبشين، عدينا على المشروعات اللي كانت موجوده فيها وشوفنا نسب التنفيذ ونسب الانجاز اللي موجوده. عدينا على مشروعات مجمع الخدمات الحكوميه ومجمع الخدمات الزراعيه، وكان نسب الانجاز تتجاوز حوالي 25%. النهارده احنا دلوقتي قدام مدرسه من ضمن المشروعات في قريه دنديل. قريه دنديل لوحدها فيها ما يقارب حوالي 12 او 14 مشروع هيتم انجازه في اطار المبادره. المدرسه اللي احنا قدام النهارده دي مدرسه تعليم اساسي فيها طاقه حوالي 11 فصل، والحمد لله نسب الانجاز فيها وصل حوالي 65%. يعني تقريبا نقدر نقول ان على بدايه السنه العام الدراسي الجديد ان شاء الله هتكون المدرسه داخله في التشغيل وهتستقبل ابنائنا الطلاب.